من بين الوثائق التي يحتويها الملف التقني جزء من الوثيقة الموضحة أدناها. المطلوب: ما اسم هذه الوثيقة؟ وإلى أي نوع من الوثائق تنتمي؟ ما دور الوثيقة السابقة؟ ومن ينجزها من بين المتدخلين؟ أتمم المعلومات الناقصة في الوثيقة. اسم الوثيقة هو الكشف السري. هذه الوثيقة تنتمي إلى الوثائق المكتوبة المطلوبة في الملف التقني. دورها يكمن في تحديد الكميات والتكاليف الجزئية والكلية المتوقعة للمشروع. قبل إتمام الوثيقة، إليك بعض التوضيحات حول هذه الوثيقة. لاحظ بأنها تشمل الرقم، تعيين الأشغال، هناك أعمال تتعلق بالتربة وأعمال تتعلق بالخرسانة، الأمر يتعلق بالحجم وبالحجم، إذن الوحدة المستخدمة هي المتر مكعب. الكمية، ما دام الوحدة بالمتر مكعب، إذن الكمية هنا هي بالمتر مكعب. سعر الوحدة أي سعر المتر مكعب الواحد. إذن عند انتهاء من أعمال التربة المبلغ المتوقع، المبلغ المتوقع بالنسبة لأشغال خاصة بالخرسانة، إذا جمعنا هذا المبلغ بهذا المبلغ سنتحصل على المبلغ الإجمالي دون احتساب الضريبة. الضريبة هي 17% من قيمة المبلغ الإجمالي. إذن إذا أضفنا هذا المبلغ إلى قيمة الضريبة سنتحصل على المبلغ الإجمالي بإدخال الضريبة أو باحتساب الضريبة. نبدأ بأعمال التربة. لدينا العمل الأول صقل التربة النباتية، الوحدة المتر مكعب، الكمية 116 متر مكعب، سعر المتر مكعب الواحد هو 300. إذن مبلغ العمل الأول هو هذه القيمة ضرب هذه القيمة فنتحصل. نفس الشيء بالنسبة للعمل الثاني، هذه القيمة ضرب هذه القيمة. العمل الثالث، هذه القيمة ضرب هذه القيمة فنتحصل. العمل الرابع، هذه القيمة ضرب هذه القيمة. إذن المجموع، مجموع أعمال التربة سيكون هذا المبلغ زائد هذا المبلغ زائد هذا المبلغ زائد هذا المبلغ، فنتحصل على ما يلي. ثانيا الأشغال الكبرى، نفس الشيء بالنسبة للعمل الأول، هذه القيمة ضرب هذه القيمة فنتحصل على. العمل الثاني، هذه القيمة ضرب هذه القيمة فنتحصل على القيمة التالية. العمل الثالث، هذه القيمة في هذه القيمة نتحصل على المبلغ. إذن المبلغ الإجمالي، مبلغ الأشغال الكبرى، هذه القيمة زائد هذه القيمة زائد هذه القيمة، نتحصل على هذا المجموع. المبلغ الإجمالي دون احتساب الضريبة سيكون لدينا هذه القيمة زائد هذه القيمة، نتحصل على ما يلي. هذا دون احتساب الضريبة. الضريبة هنا هي 17%، أي 17% من هذا المبلغ، 17
بالمئة من هذا المبلغ. إذا نحسب 17%، كيف نحسبها؟ هذه القيمة نضربها في 17 نقسم على 100 للتخلص من النسبة المئوية، فنتحصل على ما يلي: إذا المبلغ الإجمالي باحتساب الضريبة سيكون هذه القيمة زائد قيمة الضريبة، بالجمع نتحصل على ما يلي. إذن هذا هو المبلغ الإجمالي باحتساب الضريبة. في الأخير، إذا كان لديك أي استفسار فيمكن ترك السؤال على مستوى خانة التعليقات، وسنحاول بإذن الله تعالى أن نجيب عن الاستفسار في أول فرصة ممكنة. شكرا على المتابعة.